برغم ان في حديث يعني فيها ان اجر الحجام خبيث. وطبعا دي لها تأويل، اذا كان مستغن عنه ولان الدم نجس، لكن الذي عليه العمل ان الانسان اذا استغنى يترك، اذا استغنى يترك. والا حديث انس رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجام فحجمه ولو كان اجره خبيثا ما اعطاه. فده يدل على حل اجر الايه؟ اجر الحجام، لكنه اذا استغنى يعني عنه افضل، يعني كان افضل له.